عشاق المأكولات الإيطالية، أنا موجود في فيردي، هذا المكان فقط متخصص بالأطباق الإيطالية، سلطات، باستا وساندويتش. راح أخذكم الآن في تغطية تجنن، تهبل، بس متعودين في خصم، راح يكون الخصم قوي. موجود في القطيف، شارع أحد، شارع الهدلة، المبنى الجديد اللي فيه مزايا الغداء، بعد محطة الغانم مباشرة، وخصم 30% من هنا إلى نهاية الشهر. بعد السنابة هذه راح أحط لكم بوست تعملوا له كابتشر. طبعا ما احكي لكم عن ديكورات المكان، مره رايقه، وفي جلسات بالدور العلوي. طبعا الجلسات بالدور العلوي حكايه. اخي انا احب السلطات، خلينا نبدا معاكم بقسم السلطات. طبعا عندهم انواع كثيره من السلطات، صحيين محبين السلطات. نبدا معاكم باول سلطه، سلطه الجورمي. شوفوا الدلع الآن اللي بالسلطة، نعطيها مانجو. الله، شراهي يا جماعة، مع لب البرتقال. الله، سلطة يا جماعة. طبعا يستخدموا أجود أنواع الفواكه، كلام كبير. شوفوا يا جماعة كمية الأفوكادو اللي موجودة، نعطيها كينوا. يا سلام، ومع التين، شغل يا حبيبي، ما شاء الله تبارك الله. يا سلام، مع البلاك بيري، ايش رايكم يا جماعة؟ مع جبنة الماعز، كلام كبير. حبات الجوز، يعني تحسوها كده وجبة متكاملة. أشخاص الصحيين من جد، هذا الطبق حكاية. وهذا صوص المانجو، طبعا حسب طلبكم. وهذا أيضا الصوص الخاص فيهم. الجميل يا جماعة أن هذا الطبق اللي تشوفونه الراهي كم سعره؟ 30 ريال فقط، وما تنسوا الآن الخصم 30%، يعني يطلع تقريباً 20 ريال. من جد يا جماعة شيء خرافي، نجربها ونعطيكم رأينا. السلطة هذه، الطبق هذا لحالة كفيل إن المطعم يطلع ترند. من جد يا جماعة، أنا لسه ما صورت الأطباق الثانية. وهذه سلطة أفوك براس، عبارة عن أفوكادو مع جبن المزريلا مع الطماطة مع الروكا، بالإضافة إلى الخست، مع صوص الأفوكادو. إيش رايكم يا جماعة؟ شيء خرافي. اللي صورته فقط نوعين، عندهم انواع كثيره للسلطه. بعد السنابه هذه راح احط لكم بوست فيه انواع السلطات. هذا الطبق فيليه بقري، شوفوا طريقه التقديم، اطباق عالميه، شغل 5 نجوم يا جماعه من جد. هذه طبعا افوكادو مع الخضار. طبعا لو تلاحظوا ان الافوكادو داخل في معظم اطباقهم. هذه اللحمة صارت جاهزة، كلام كبير. عشاق اللحوم، بالإضافة إلى البطاطا المقرمشة. طبعا كل اللي تشوفونه هذا، يا أخي الحلو أنك تجيب أطباق عالمية بلحوم محلية. طبعا اللحوم والدجاج محلية من عند ملحمة التاروتي، والأسماك من عند سليس، بالإضافة إلى أسعار جدا معقولة. يعني هذا الطبق سعره فقط 50 ريال، وخصم الآن 30%، يعني يطلع ب 35 ريال، تعال جرب واحكم بنفسك. هذا الصوص الخاص فيهم. أبش. يا أخي خطير الطبق. نجرب الكرات. مقرمشة ولذيذة.
طبق ولا غلطة. هذا المكان مو ترند يا جماعة. وصل الزين. هذه التجربة الجميلة. مكان جلسة رايقة، أطباق عالمية، لحوم محلية بأسعار تنافسية. وهذا الطبق ريزوتو فيردي، هو عبارة عن ريزوتو مع صوص البيستو مع الربيان مع الجبن. فيردي هذا أنا اعتمدت كل شيء عندهم غير، كل شيء مميز. عصير البرتقال الفريش، طريقة التقديم، مو بس تاكل هنا، هنا تستمتع بالأكل. هذه باستة الأفوكادو والخضار، تخيلوا هالطبق يا جماعة. أنا مصدوم بالأسعار، 28 ريال فقط، واستمتع بألد باستة، باستة خضار بالأفوكادو، طريقة الإيطالية. فعلا تجربة مختلفة. جربت باستا كثير ولكن بهالطريقة بهالجودة لا 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 لا، طعم لا يقاوم. طبعا عندهم أطباق متنوعة إلى الباستا، كلها بأسعار جدا جدا مناسبة. مع عينكم على الساندويتش، هذه شباتة دجاج، عبارة عن قطع دجاج مشوية وعليها الجبن بخبز الشباتة، بالإضافة هنا عندنا كرات البطاطا، بالإضافة إلى صوص لترافل. أنا وقعت في غرام المكان يا جماعة. طبق هذا بكم؟ 23 ريال بس. وهذا الأفو دجاج، هو عبارة عن كلوب ساندويتش دجاج يقدم مع كرات البطاطس. يعيني يعيني على التفاصيل الجميلة. شوفوا كيف الطبق. وهذه تغطيتنا كانت فيردي، نصحكم فيه وبقوة. بعد السناب هذه راح احط لكم حسابهم بالانستغرام والسناب، تابعوهم وشوفوا الجديد عندهم كده.